لا انا بالنسبه لاحمد رؤوف اللي انت تجيب جون مكسب في الدقيقه 90، لا لا طعم تاني خالص طبعا. افضل طبعا ان انا اجيب هاتريك في اي ماتش تاني في اي وقت عادي. لا انا الكل اللي انا يعني في بعض اللعيبه وانا في دجله بس ما خيبوش الظن بصراحه، يعني كان محمد محمود ومحمد شريف، يعني من ضمن الناس اللي انا لعبت معاهم وانا في دجله. محمد محمود ده قلت له انت هتلعب اهلي والزمالك، شريف نفس القصه، دول اللي انا افتكر يعني اللي انا قلت له انت هتلعب اهلي والزمالك. اول ما شفت محمد محمود ده بصراحه كان لسه بيتصعد معانا من ناشئين في دجله مع ميدو، فقلت له انت هتلعب اهلي او زمالك. محمد شريف نفس القصه، الحمد لله رب العالمين، من ضمن اهم اللعيبه في مصر. يعني انا من ضمن اللعيبه اللي كان نفسي يبقى متواجد شادي حسين بصراحه، ده اللي كان نفسي يبقى متواجد في مع منتخب مصر في كاس العرب. مهاجم كبير، مهاجم بيلعب مهاجم، يلعب تحت المهاجم، لعيب كويس قوي حتى من الدرجه الثانيه. لا لا لعيب كويس، كنت اتمنى يبقى موجود وكان هيبقى ليه دور. بص مروان حمدي يعني انت لازم برضو تحسبها، اللي هو يعني لسه لعيب دولي قريب، لعب نادي الزمالك ما لعبش كتير، فاللي هو الاداء اللي هو ادى بيه لا يعني مقنع. لكن انت لو بصيت في معدلات الجري في الماتش، من اكتر اللعيبه كانت بتجري، اكتر لعيبه بتضغط، اكتر لعيبه كور مشترك كور عاليه. في موقف هو عمله رد او حد على دخل نفسه في نزاع مع الاعلام وكده، فكان هو ده كان سبب رئيسي للناس تركز معاه. لكن كاداء مجمل الاداء لا ادى، يعني مروان حمدي ادى في حدود امكانياته، لكن الناس جايه عليه بزياده، لكن هو ادى. انا وجهه نظري كفيرود لا ادى، ده امر سلبي. يعني اللي انت كلاعب في منتخب مصر وفي بطوله كبيره زي كده اطلع اهتم بالقصه زي، انا مش هلعب كوره، يعني هتركز في الاعلام هتركز في الكوره. كان من دي من اكبر سلبيات اللي هو عملها مروان حمدي، اللي هو بيرد على طبيعي اي لعيب فينا بيتعرض، من اول ابو تريكا، من اول اي حد من احسن اللعيبه كان ابو تريكا كان بينتقد، عماد متعب بينتقد، لكن انت مروان لا، ما كانش ينفع اللي هو انت ترد على اي حد ينتقدك. وارد يمكن دي قله خبره من مروان اللي هو يطلع يرد على حد انتقده، لكن هي دي اللي اثرت في حته العقليه بتاعته برضو، لسه كلاعب برضو دولي لسه ما عندوش الخبرات الكافيه، دي كانت عنصر مؤثر فيه. بص يعني حته اللي انت كمدير كلاعب مدير فني بيطلب منك تلعب في الحته الفلانيه، لا انا تحت امر المدير الفني. الناس عارفه ان احمد رؤوف بيلعب فيروت، خلاص هو المدير الفني حطني في الحته دي، هادي في حدود امكانياتي اللي انا اقدر ادي فيها. محمد شريف بدا في وادي دجله جناح شمال وجناح يمين، يعني طول عمره ان محمد شريف بيلعب يمين وشمال. حته ان كروش طلب منه حته اللي هو يلعب جناح شمال، هو المدير الفني عايز كده، فطبيعي لازم هنفذ وهادي. حته ان المهاجم لا اشتغل محطه، انت بتفضي، انا كمهاجم مهما اتقال لي كده انا عايز اجيب جون. انت المهاجم بتحسب التارجت بتاعه بالجون، بينك وبين نفسك، انا ممكن اعمل كل حاجه واسلم واطلع بدماغي واشتغل محطه واطلع، بس انا عايز اجيب جون. انت بعد كده في نهايه مسيرتك انت كراس حربه جبت كام جون؟ مش عملت كام اسيست ولا طلعت كام جامب ولا لا، جبت كام جون؟ هي كده راس الحربه. هتيجي بعد كده في اي حاجه يقول لك اه كان كويس قوي بس ناقصه الجون، راس الحربه جون.